السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبوة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة التأمينات الهندسية، وهناخد في الوحدة الرابعة تأمين جميع أخطار التركيب. وزي ما احنا اتفقنا ان احنا اي وثيقة احنا بنتكلم عليها او اي تأمين لازم ان احنا عندنا مؤمن ومؤمن له. المؤمن ده دايما اللي هي شركة التأمين. طب المؤمن له عندي في الوثيقة اللي هي تأمين جميع اخطار التركيب هو مين؟ هو المقاول او مقاول من الباطل، او مين تاني اللي هو صاحب المصنع اللي هو انشأ المواد التركيبية. لان الوثيقة اسمها ايه؟ وثيقة جميع اخطار التركيب. التركيب دي يعني الادوات اللي انا هركب بيها. فممكن ان انا المؤمن له يا اما المقاول او المصنع التركيب. طب ما نيجي في البداية خالص نعرف يعني ايه التأمين، او شركة التأمين بتتعهد لمين؟ بتتعهد للمؤمن له اللي هو المقاول. طب بتتعهد له بايه؟ ان هي بتلتزم بتعويض، هتعوضه لو حصل اي خسارة، اي خسارة في موضوع التأمين اللي انا مأمن عليه هتبدأ ان هي تعمل ايه؟ هتعوضه. بس لازم تكون الحدث ده مفاجئ وغير ايه؟ متوقع. طب ما نيجي مع بعض هنا على الشاشة ونشوف مفهوم وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب. ومن هنا الوثيقة او المفهوم بيقولك هو تقديم، ان انا بقدم. طب بقدم ايه؟ بقدم وقاية شاملة. يبقى هنا في مفهوم وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب هي تقديم وقاية شاملة كافة لجميع مواقع الاخطار. يبقى هنا بقدم وقاية شاملة لجميع او كافية لجميع مواقع الاخطار المتعلقة بايه؟ المتعلقة بالتركيب، لان احنا الوثيقة بتاعتنا اسمها ايه؟ جميع اخطار التركيب. يبقى هنا التركيب ايه؟ التركيب الآلي او البنائي والتركيبات الصلبة لأي نوع. لو احنا جينا هنا على الشاشة وشفنا مع بعض، طيب الوثيقة دي بتهدف الى ايه؟ تهدف الوثيقة التأمين جميع اخطار التركيب الى تقديم الحماية التأمينية. زي ما احنا اتفقنا ان انا شركة التأمين اللي هو المؤمن بيقدم، ده الهدف من وثيقة التأمين، ان انا بقدم حماية تأمينية. طب انا هقدم حماية تأمينية للمين؟ للمؤمن له. حماية تأمينية شاملة من كافة الخسائر او التلفيات المادية الناتجة عن ايه؟ عن تركيب الماكينات او الالات، ان انا بركب الات وايه؟ وماكينات، او الانشاءات الايه؟ المعدنية من اي نوع كان، مثل تركيب ايه؟ تركيب الكباري وتركيب المصانع، يعني انا بركب في المصانع تركيب مصانع كاملة. واصبح احد الشروط الاساسية لموافقة البنك او هيئات الائتمان على تقديم اي قرض للمشروع. لو انا هاخد قرض من المشروع لازم يبقى فيه وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب. يبقى هنا البنك مش هيرضى يديني قرض للمشروع الا اذا كان عامل وثيقة تأمين جميع اخطار الايه؟ التركيب. هنيجي للحاجة التانية اللي بعد كده، انواع وثائق تأمين جميع اخطار التركيب. وانا عندي هنا ثلاث انواع. اول وثيقة اللي هي وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب العادية. تاني حاجة وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب والتأمين البحري. تالت حاجة وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب والمقاولين. يبقى انا هنا عندي انواع وثائق تأمين جميع اخطار التركيب. انا عندي ثلاث حاجات اللي هم ايه؟ وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب العادية، والتركيب والتأمين البحري، ووثيقة تأمين جميع اخطار التركيب والايه؟ والمقاولين. هناخد كل نوع من الانواع الوثائق دي ونتكلم عنها. اول وثيقة اللي هي وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب العادية. وبيقولك ان الوثيقة دي هي الشائعة والاكثر تداولا في السوق المصرية. وتبدأ التغطية التأمينية وفقا لهذه الوثيقة منذ لحظة وصول الالات الى مواقع العمل. يبقى هنا من ساعة توصل الالات الى موقع العمل انا ببدأ في هنا الوثيقة، او الوثيقة بتبدأ.
وبتبدا اي بتبدا من فتره التخزين ان انا خزنتها حتى انتهاء عمليه التركيب واجراء تجارب التشغيل والاختباء. يبقى هنا الوثيقه اللي هي وثيقه تامين جميع اخطار التركيب العاديه هي الوثيقه الشائعه. الشائعه فين؟ في مصر، واللي دايما بتتداول في مصر. وقلنا كمان ان هي بتبدا امتى التغطيه، ان انا بغطي الوثيقه دي ببدا بغطيها من بدايه او من لحظه وصول الالات، ان انا بخزنها او بعمل التركيب او بجربها للتشغيل. دي اول وثيقه. طيب تاني وثيقه اللي هي وثيقه تامين جميع اخطار التركيب والتامين البحري، وان هي بتغطي اخطار النقل البري من مصنع المورد حتى ميناء التصدير. يبقى هنا من ساعة ما يطلع من المصنع المورد الى ميناء او حتى ميناء التصدير، ثم بتغطي اخطار النقل البحري من ميناء التصدير حتى ميناء الوصول، ثم تغطية اخطار تجارب بدء التشغيل. يبقى هنا الوثيقة دي بتغطي على حاجتين، اللي هو التأمين البري، لان انا بنقل نقل بري من مصنع الممرض الى ميناء التصدير، وتاني حاجة بعمل ايه تاني؟ بغطي على اخطار النقل البحري. يبقى انا عندي حاجتين بغطيهم، نقل بري ونقل بحري. وتصدر هذه الوثيقة على اساس على اسس وقواعد معينة. طب ايه هي الاسس والقواعد المعينة دي؟ أول حاجة يتم تسعير كل خطر من الأخطار التي تغطيها منفردا عن الآخر، يعني كل خطر بيتغطى لوحده، ما ينفعش إن أنا أجمع الأخطار كلها وأقول إن أنا هغطي الأخطار دي، لا أنا بسعر، يعني بدي سعر مبلغ التأمين لكل خطر من الأخطار. تاني حاجة يجب أن تصدر هذه الوثيقة بكل أجزائها من شركة واحدة، ما ينفعش كذا شركة، لازم تكون شركة كشركة واحدة. تالت حاجة ان تصدر هذه الوثيقة بشروط خاصة تتناسب مع مراحل تغير وتنوع التغطيات من فترة لأخرى، ابتداء من تحميل الآلات من بلد المورد حتى يتم وصولها لبلد المشتري وتركيبها وتجربتها، ان انا بركبها بخزنها او ان انا بركبها وبخزنها او بجربها. دي كانت تاني وثيقة او تاني نوع من وثائق تأمين جميع اخطار التركيب، اللي هي وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب والتأمين البحري. طب تالت وثيقة اللي هي وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب والمقاولين، وبتصدر هذه الوثيقة للمقاولين ذو الاختصاصات الكبيرة والذين يعملون بصفة دائمة في أعمال البناء والتشييد وتركيب الآلات. يبقى هنا الوثيقة دي لازم يكون المقاولين ذو الاختصاصات، ويكونوا هم أصلا شغالين بيشتغلوا بصفة دائمة في أعمال البناء والتشييد. وبيقولك إن هنا لازم الوثيقة دي اللي هي وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب والمقاولين تفضل أغلب الشركات التأمين في الفصل هذه الوثيقة، إن هم يفصلوا تبقى وثيقتين، إحداهما لأعمال المقاولة والأخرى لأعمال التركيب. يعني أنا هنا عندي الوثيقة دي إن في شركات بتقول إن هي لازم إن هي تفصلهم. تفصلهم إذا كان إذا كانت قيمة الآلات المراد تركيبها تزيد عن 50% من قيمة من قيمة العقد. يبقى هنا أنا عندي أنواع وثائق تأمين جميع أخطار التركيب، هم كام؟ هم تلاتة، اللي هم اللي هو وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب العادية، وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب والنقل البحري، ووثيقة تأمين جميع أخطار التركيب والمقاولين. هنيجي بعد كده انواع الاعمال الانشائيه وتحت التركيب، وهنا بتنقسم الانواع الاعمال الانشائيه الى اربع اعمال. اول حاجه اعمال البناء، تاني حاجه اعمال الهندسيه المدنيه، تالت حاجه اعمال الهندسيه الميكانيكيه والكهربائيه، رابع حاجه اللي هي معدات وماكينات الانشاء. طبعا هناخد كل نوع من الانواع دي
ونشرحها بالتفصيل. أول نوع هو أعمال البناء. يعني إيه أعمال البناء؟ هنا بيقولك يقصد بها أعمال الإنشاء المستوفاة لشروط الحماية من العوامل الطبيعية. طب زي إيه؟ أو مثال زي إيه؟ زي مباني محطات القوة، أو مباني عنابر الإنتاج من موقع التركيب، والتي يمكن أو التي من الممكن أن تتعرض للإيه؟ للمخاطر الناشئة عن أعمال التركيب. يعني أنا في أوقات معينة ممكن العنابر دي أو المباني دي تتأثر أثناء ما باجي أركب الآلات أو المعدات. تاني حاجة من الأنواع الأعمال الهندسية المدنية. وبيقولك هنا إن الأعمال الهندسية المدنية بتخصص الهندسية المدنية يشمل في مجال تطبيقها أعدادا واسعة من الأعمال، كأعمال إنشاء الطرق، شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الخدمات الأخرى مثل أعمال تركيب الأنابيب الناقلة للغاز، ومشروعات نقل الطاقة الكهربائية، وأعمال الجسور والسدود والإنفاق، والأرصفة البحرية والنهرية، ومشروعات الري. كل دي الأمثلة اللي هي تركيب الأنابيب الناقلة والغاز الطبيعي والمشروعات النقل الطاقة الكهربائية وأعمال الجسور والسدود، كل دي تخص الأعمال الهندسية المدنية اللي أنا ينفع أن أنا أعمل وثيقة ليها أو أعمل تأمين عليها. ثالث نوع من الأعمال أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية. وتشمل هذه المشاريع أعمال التركيبات الخاصة بالمصانع مثل إيه؟ مصانع البتروكيماويات والكيماويات وأفران صهر المعادن مثل الحديد والألمونيوم والمحطات الكهربائية. دي الحاجات اللي أنا أقدر إن أنا إيه؟ إن أنا أأمن عليها. رابع حاجة وآخر حاجة من الأنواع اللي هي معدات وماكينات الإنشاء. وبتشمل المعدات والأدوات المستخدمة في عملية الإنشاء، كما تشمل ماكينات بنية المعدات والماكينات ذات الحركة الذاتية. كده احنا خدنا الأربع أنواع. هنيجي في مدة التغطية، وانا عندي مدة التغطية هم أربع مراحل. مرحلة التجارة ان انا عندي أول مرحلة هي مرحلة التخزين، ان انا هخزن اللي هي فترة التخزين. بعد فترة التخزين أنا عندي فترة التركيب. طب بعد التركيب أنا عندي فترة اللي هو التجارب، إن أنا هجرب الآلات اللي أنا بركبها هل هي شغالة ولا لأ. وآخر حاجة إن هي فترة الصيانة. يبقى هنا عندي مدة التغطية هم كام؟ أنا عندي أربع مراحل. الأربع مراحل اللي هم إيه؟ اللي هي التخزين، فترة التخزين، فترة التركيب إن أنا بركب فيها الآلات، فترة اللي هو ان انا هجربها، واخر فترة اللي هي فترة الصيانة. هنيجي في كل مرحلة من المراحل ونشوف مدة التغطية بتاعتها انا بغطيها ازاي. هنيجي هنا مع بعض على الشاشة. اول مرحلة هي مرحلة الاولى هي فترة التخزين. ويقولك هنا يراعى ان يكون التخزين في موقع العمل بطريقة سليمة. يعني لازم يكون التخزين في موقع العمل، ولازم ان انا اخزنه بطريقة سليمة او في مخازن مخصصة لهذا الغرض بعيدا عن المشروع. ويجب ان تكون شركة التأمين على علم بذلك قبل التأمين. يعني ما اجي ان انا اخزن البضائع او اخزن المواد اللي انا هركبها، لازم ان انا اخزنها في موقع الشركة او موقع المشروع اللي انا هشتغل فيه. طب افرض ان انا لا، انا عندي مكان مخصص للتخزين، لازم ان انا ابلغ شركة التأمين ان انا هخزن الادوات دي او المعدات دي اللي انا هركبها، انا هخزنها في المكان ده. فلازم شركة التأمين تكون على علم قبل بداية الوثيقة او قبل ما انا ابدأ ان انا اكتب الوثيقة. طيب تاني مرحلة من مراحلها اللي هي المرحلة التانية اللي هي فترة التركيب. وتبدأ هذه الفترة من بداية عملية التركيب أو بداية تنفيذ الأعمال اللازمة لعملية التركيب، وتنتهي بانتهاء عملية التركيب. يبقى الفترة دي أنا ببدأ فيها أو بداية تنفيذ التركيب بتاعتي.
تالت مرحلة اللي هي مرحلة أو فترة التجارب. يجب ألا تتعدى فترة التجارب والاختبار 4 أسابيع من تاريخ انتهاء التركيب حسب نوع المشروع أو التركيبات. يبقى هنا فترة التجربة أو التجارب ما تتعداش كام؟ 4 أسابيع. يبقى هنا لازم إن أنا بعد ما بخلص التركيب ببدأ إن أنا أجرب الآلات والمعدات اللي أنا ركبتها، ما يتعداش التجربة كام؟ 4 أسابيع. يبقى هنا أنا عندي 4 مراحل. خدنا أول مرحلة وقلنا مرحلة التخزين، وقلنا إن مرحلة التخزين لازم شركة التأمين تكون عارفة بمكان التخزين اللي أنا هخزن فيه الأدوات أو التركيبات اللي أنا هركبها فيها قبل ما أبدأ الوثيقة. تاني مرحلة هي مرحلة التركيب، والتركيب دي بتبدأ من بداية إن أنا بركبه حتى ما بخلص التركيب بتاعي. تالت حاجة اللي هي التجارب، وقلنا ان مرحلة التجربة دي ان انا لازم بعد ما بخلص مرحلة التركيب لازم ان انا هبدأ اجربه، ما يتعداش ال4 اسابيع، ما يتعداش ال4 اسابيع. طب اخر مرحلة من مراحل مدة التغطية اللي هي فترة الصيانة. فترة الصيانة ان انا بعمل صيانة عليها. لو احنا شفنا مع بعض ان هي المرحلة الرابعة اللي هي بتنص معظم عقود جميع اخطار التركيب على التزام الجهة التي تدير المشروع بعملية اجراء اعمال الصيانة للاشياء اللي تم تركيبها بعد تجربها وتسليمها للمالك، ومع ذلك فانها من الممكن ان تمتد مدة التغطية التأمينية لفترة الصيانة بقسط اضافي، ان انا هضمن قسط اضافي في الوثيقة بملحق خاص بالايه؟ بالوثيقة. كده احنا خدنا 4 مراحل اللي هي مدة التغطية. طب اللي بعد كده هناخد ايه؟ هناخد موضوع التأمين. وقلنا ان موضوع التأمين ده ان هو بيعني كافة انواع التركيبات، ويمكن تقسيمها الى ايه؟ اول حاجة ان موضوع التأمين تركيب ماكينات او الالات انتاجية مثل الات المصانع، ماكينات النسيج او الطباعة، اضافة خطوط انتاج جديدة، احلال الة انتاجية باخرى. يبقى هنا ده موضوع التأمين، ان انا ينفع ان انا أأمن على اللي هي الوثيقة التأمين جميع اخطار التركيب لو انا هركب ماكينات او الات انتاج مثل الآلات المصانع، ماكينات النسيج أو الطباعة أو خطوط إنتاج جديدة أو إحلال آلة إنتاجية بأخرى. تاني حاجة من موضوع التأمين إن أنا ممكن إن أنا أركب ماكينات أو أجهزة أو وحدات فردية أو مستقلة التشغيل غير إنتاجية مثل مولدات الكهرباء هنا والغليات البخارية ومحولات الكهرباء. دي لو أنا هعمل ده ممكن إن أنا أأمن عليه. تالت حاجة من موضوع التأمين اللي هي التركيبات المعدنية مثل الكباري المعدنية وأبراج توليد الكهرباء. رابع حاجة من التركيبات الخدمية مثل وحدات التكييف المركزي، المصاعد، التجهيزات الكهربائية. كل دي إن أنا ينفع إن أنا أأمن عليها في وثيقة التأمين جميع أخطار التركيب. وهنا خامس حاجة اللي هي التركيب الهندسية مثل قواعد وأساسات الماكينات. وسادس حاجة وآخر حاجة من موضوع التأمين مصاريف إزالة المخلفات والمسؤولية المدنية قبل الغير. دي 6 حاجات إن أنا أقدر إن أنا أأمن عليها في وثيقة التأمين جميع أخطار التركيب. هنيجي للمؤمن له، وزي ما احنا قلنا في بداية الحلقة ان انا المؤمن له اللي هو المقاول التركيب او مقاول الباطن، وتاني حاجة المصنع المنتج للاشياء المراد تركيبها، اذ ما كان هو القائم بعملية الايه؟ التركيب. يبقى هنا عندي قلنا ان المؤمن هي شركة التأمين. طب المؤمن له قلنا ان هو المقاول التركيب او المقاول من الباطن او المصنع اللي هو قام بعمل بتصنيع المواد اللي انا هركبها. فدي دول الـ3 اللي ينفع اللي هم المؤمن لهم اللي ينفع نعمل شركة التأمين تعمل لهم او تديهم وثيقة التأمين جميع اخطار التركيب. هنيجي الايه بعد كده اللي هو نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين جميع اخطار التركيب.
عندي في نطاق التغطية التأمينية عندي قسمين، القسم الأول اللي هو التلف المادي، والقسم الثاني اللي هي المسؤولية المدنية قبل الغير. هناخد أول قسم اللي هو التلف المادي. والتلف المادي ده بموجب الوثيقة إذا لاحق في أي وقت خلال فترة التغطية التأمينية أي خسارة مادية أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي أو فجائي، احنا اتفقنا إن لازم يكون الحادث ده غير متوقع وإيه ومفاجئ، ينشأ عن أسباب أو سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة. الأسباب المستثناة إن شركة التأمين ما بتغطيهاش، فهنا على وجه التحديد وبطريقة تستدعي الإصلاح أو الاستبدال يقوم الشركة بتعويض المؤمن عن هذه الخسارة أو التلف. الشركة بتعوض المؤمن له عن الخسارة أو الإيه أو التلف. وفقا لهذه النصوص أو وفقا لما هو منصوص عليه يشمل التعويض على ما يلي. التعويض بيشمل على إيه؟ على أول حاجة أعمال التركيب. طب أعمال التركيب دي تشمل إيه؟ تشمل الأشياء المراد تركيبها اللي هي الآلات والمعدات اللي أنا بركبها. تشمل إيه تاني؟ النلون، أي مصروفات النقل حتى موقع أو مواقع التركيب. تالت حاجة الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى. تالت حاجة تكاليف، أو رابع حاجة تكاليف الإيه؟ التركيب. يبقى هنا أنا التعويض ده بيشمل أول حاجة أعمال التركيب. طب تاني حاجة من التعويض اللي هي الأعمال المدنية أو الإنشاءات أو المباني المتضمنة في عملية التركيب. وتالت حاجة اللي هي مصاريف إزالة الحطام أو الأنقاض الناتجة عن وقوع حادث. رابع حاجة وآخر حاجة في التعويض اللي هي الممتلكات المحيطة أو المنشآت القائمة بموقع التركيب. الممتلكات المحيطة اللي هي حوالين المشروع أو المنشأة اللي أنا ببدأ إن أنا أركب فيها. طب الاستثناءات الخاصة بالقسم الأول، القسم الأول اللي هو التلف الإيه؟ التلف المادي. إيه هي الاستثناءات الخاصة؟ إحنا اتفقنا إن الاستثناءات دي يعني شركة التأمين ما بتعوضش، لا تكون أو غير مسؤولة عن. يبقى هنا لا تكون شركة التأمين في جميع الأحوال مسؤولة عما يلي. عن ايه؟ اول حاجة الخسائر التابعية من اي نوع او صفة اي كانت، بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناتجة عن التأخير او عدم اتمام العمل. ده اول حاجة ان شركة التأمين غير مسؤولة. طب تاني حاجة من الاستثناءات اللي هي الخسائر والاضرار الناتجة عن اخطاء في التصميم، مثل عيوب الصناعة. شركة التأمين لو في عيوب للصناعة شركة التأمين ما بتعوضش عليها. تالت حاجة الاستهلاك التدريجي، مثل التآكل والصدى. لو حصل تآكل أو حصل صدى شركة التأمين ما بتعوضش. دي من الاستثناءات الخاصة للتلف القسم الأول اللي هو التلف المادي. ورابع حاجة اللي هو الخسائر أو التلفيات التي تكشف أثناء عملية الجرد. إن أنا أثناء الجرد وأنا بعمل جرد اكتشفت إن في خسارة عليها، فكده شركة التأمين عمرها ما هتعوض الشخص ده. يبقى هنا أنا اتكلمت عن الاستثناءات الخاصة للقسم الأول اللي هو التلف المادي وقلنا عليه. هنيجي نتكلم عن الأحكام التي تطبق في القسم الأول. الأحكام اللي بتطبق في القسم الأول وقلنا القسم الأول اللي هو التلف المادي. طب إيه هي الأحكام دي؟ أول حاجة اللي هو مبلغ التأمين، تاني حاجة أسس تسوية الخسارة، تالت حاجة اللي هي التغطية الإضافية، ورابع حاجة اللي هي الممتلكات المحيطة. يبقى هنا أنا عندي من الأحكام اللي تطبق على القسم الأول مبلغ التأمين، أسس تسوية الخسارة، التغطيات الإضافية، والممتلكات المحيطة. هنبدأ أول حاجة مبلغ التأمين. أنا مبلغ التأمين عن أعمال التركيب يتكون من إيه؟ من قيمة الفواتير للأشياء المراد تركيبها. قيمة الفواتير اللي أنا اشتريت بيها التركيب أو الأشياء المراد تركيبها. تاني حاجة قيمة النلون أو مصروفات النقل من الخارج وحتى موقع التركيب. تالت حاجة تكاليف ومصروفات التركيب.
ورابع حاجة اللي هي قيمة الرسوم الجمركية. دي كانت أول حاجة اللي هو مبلغ التأمين، إن أنا بعمل قيمة الفواتير، قيمة النولون والنقل أو مصاريف النقل، تكاليف ومصروفات التركيب، وقيمة الرسوم الجمركية. طيب تاني حاجة، أو هنا تاني حاجة من مبلغ التأمين اللي هي عن الأعمال المدنية أو الإنشاءات والمباني، ويقدر مبلغ التأمين كما يلي، اللي هي قيم أو ثمن العقد. تاني حاجة قيم المواد والمهمات التي يقوم المالك بتوريدها بمعرفته. تالت حاجة في مبلغ التأمين اللي هي مصروفات إزالة الحطام أو النقود الناتجة عن وقوع حادث، ويجب ألا يتعدى هذا المبلغ 10% من قيمة أعمال التركيب والأعمال المدنية. دي كانت اللي هو مبلغ التأمين. هنيجي ثانيا أسس تسوية الخسارة. وأسس تسوية الخسارة لا تختلف عن أسس تسوية الخسارة في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب. وأسس تسوية الخسارة لو احنا بنفتكر في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب، قلنا لو هي خسارة جزئية ان شركة التأمين بتعوض على الجزء، او هي بتديله او بتصلح الجزء اللي هو كان فيه خسارة. اما الخسارة الكلية ان شركة التأمين بتبدأ ان هي تعمل ايه، شركة التأمين بتديله او بتعوضه عن الخسارة الكلية، ان هي بتدي آلة مكان ايه، مكان آلة. يبقى هنا تسوية التعويضات انا بشوف الاول هل هي دي خسارة جزئية ولا خسارة كلية. الخسارة الجزئية ان انا اقدر ان انا اصلح الآلة دي او اصلح الحاجات التركيب اللي انا بدأت ان انا اعمل فيها. طب لو هي مش هينفع ان هي تصلح، ان هي خسارة كلية ان الآلة كلها اتدمرت او التركيبات اللي انا بعملها اتدمرت، يبقى انا بعمل ايه، بجيب آلة مكان آلة، بستبدل آلة مكان ايه، مكان آلة. دي اللي هي تسوية التعويضات اللي احنا خدناها في وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين، هي نفسها في وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب. يبقى احنا خدنا اول حاجة مبلغ التأمين، تاني حاجة تسوية التعويضات، طب تالت حاجة اللي هي الإضافات أو اللي هي التغطية الإضافية. والتغطية الإضافية يمكن أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافية والعمل الليلي، لأن شركة التأمين ما بتعوضش عن الشغل في العمل الليلي أو العمل أثناء العطلات الرسمية إلا إذا إيه خدت موافقة كتابية من شركة التأمين. يبقى هنا ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة الايه التأمين. انا شركة التأمين عمرها ما بتعوض على حصل خسارة اثناء الاجازة العطلية او اثناء العمل الليلي، لازم تكون واخد موافقة كتابية منها عشان لو حصل اي خسارة شركة التأمين تبدأ ان هي تعوض عليه. رابع حاجة اللي هي الممتلكات المحيطة، وتعني الخسائر والأضرار التي تحدث للممتلكات الواقعة أو المجاورة للموقع التابع إليه أو تحت إشراف أو حيازته أو إدارة المالك أو المقاول، ويمكن تغطيتها في حالة وقوع ضرر لها كنتيجة مباشرة لتركيب أو إنشاء أو تجربة البنود المؤمن عليها، بشرط أن يكون ذلك أثناء فترة الإيه؟ أثناء فترة التغطية. وبشرط أن يحدد لها مبلغ التأمين منفصل، إن أنا بحدد مبلغ تأمين إيه؟ منفصل. كده إحنا خدنا القسم الأول اللي هو التلف المادي. هناخد القسم الثاني اللي هي المسؤولية المدنية قبل الغير. والمسؤولية المدنية قبل الغير بيقولك تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له. طب هي هتعوض المؤمن له بحد أقصى مبلغ التأمين المحدد بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤول عن دفعها قانونا كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير. يعني ايه تلحق بالغير؟ يعني الشخص ده تصاب وهو اصلا مش مسؤول، او هو مش تبع المشروع، او هو مش شغال في المشروع، حد بعيد، فهنا انا شركة التأمين بتعوض الشخص ده بصفة عادية كنتيجة مباشرة لتشييد او تركيب البنود المؤمن عليه بموجب القسم الاول، وتقع في موقع العمل
او مكان مجاور له مباشره اثناء فتره التغطيه، وينتج عنها يا اما اصابه جسميه، الشخص ده يكون اتصاب جسمانيا، يا اما الخساره والتلفيات التي تلحق بالممتلكات الايه الاخرى. اسعار التامين، انا اسعار التامين بحدده ازاي او بعمل ايه؟ بيكون هنا السعر في صوره نسبيه، في صوره نسبه في الالف، ويغطي مده التنفيذ بالكامل بما فيها مده التجارب، مضافا لها فتره الايه الصيانه، يعني انا هضيف فيها مده التجارب وفتره الصيانه اذا وجدت. ويشمل هذا السعر الاخطار الاضافيه التي يتم تغطيتها بملحق خاص بالوثيقة. أما قسط التأمين فيتم احتسابه بحاصل ضرب هذا السعر مع مجموع مبالغ التأمين الخاصة بالإيه؟ بالوثيقة. يبقى هنا قسط التأمين بيحتسب بحاصل ضرب السعر في مجموع مبالغ التأمين الخاص بالإيه؟ بالوثيقة. هنيجي ناخد العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد السعر لتأمين جميع أخطار التركيب، وعندي هما يجي 6 عوامل. أول نوع اللي بيحدد الخطورة أو درجة الخطورة، أول حاجة نوع المشروع، تاني حاجة مقاول التركيب، تالت حاجة تحليل قيمة الأعمال، رابع حاجة خريطة انسياب الإنتاج على الماكينات، وهنا خامس حاجة جدول الزمني التركيب، واخر حاجه اللي هو كروكي موقع المشروع. وهناخد كل نوع من الانواع او كل عامل من العوامل دي ونتكلم عليها ونشوفها هل هي ليها درجه الخطوره ولا لا. اول حاجه اللي هو نوع المشروع، بيقول لك هنا ان هي تختلف درجه الخطوره باختلاف نوع المشروع وباختلاف نوع الماكينات واعمال التركيب. فعلى سبيل المثال تركيب احد مصافي البترول يتسم بدرجة الخطورة كبيرة جدا عن تركيب ماكينة مصنع منتجات غذائية، حيث كلما ازدادت درجة الخطورة ارتفع سعر الايه التأمين. يبقى هنا من العوامل اول نوع اللي هو نوع المشروع، ونوع المشروع بيتحدد من درجة الخطورة. لو انا بعمل ليه مشروع للبترول ازاي درجة الخطورة بتاعته اكتر من ان انا بعمل مشروع عن التأمينات او عن مواد غذائية. ده كان اول عامل من العوامل اللي هو نوع المشروع. تاني حاجة اللي هو مقاول التركيب، وان خبرة المقاول التركيب بتؤثر في تحديد درجة الخطورة. يبقى خبرة المقاول هي بتؤثر في تحديد درجة الايه الخطورة لعملية التركيب. فكمان تاني المقاول ده ليه خبرة وذو خبرة سابقة في تنفيذ مشروعات مماثلة أو متشابهة في مع المشروع موضوع التأمين، كلما ساعد ذلك على انخفاض درجة الايه الخطورة. لو أنا عندي المقاول ذو خبرة بيبقى هنا درجة الخطورة بتاعته أقل من مقاول هو لسه بيبتدي في البدايات، فكده درجة الخطورة بتكون أقل من المقاول اللي هو لسه مبتدئ. يبقى هنا احنا خدنا اول حاجة نوع المشروع، تاني حاجة مقاول التركيب، طيب تالت حاجة اللي هو تحليل قيمة الاعمال. وتحليل قيمة الاعمال بيفيد تحليل الاعمال المكتتبة في التأمين في تقدير درجة الخطورة بالنسبة لكل بند من بنود عملية التركيب، حيث تزداد درجة الخطورة كلما ارتفعت قيمة اي بند من بنود عملية التركيب. لو قيمة الاعمال زادت كانت درجة الخطورة بتزيد، كل ما قيمة الاعمال بتقل كل ما درجة الخطورة بتقل. يبقى أنا عندي لو هنا زادت يبقى درجة الخطورة بتزيد، لو قيمة قلت يبقى درجة الخطورة بتقل. رابع حاجة اللي هي خريطة انسياب الانتاج على الماكينات، ان بتقدم هذه الخريطة في التأمين يكون على درجة كبيرة من الأهمية في حالة تركيب مصانع كاملة او اضافة خط انتاج كامل او ماكينة انتاجية واحدة الى خريطة الانتاج، وايضا بيساعد على بيان مدى تأثير اي ماكينة على اخرى وظيفية. دي كانت رابع حاجة من العوامل. هنا خامس حاجة اللي هو الجدول الزمني للتركيب،
ولابد من توافر جدول قبل المشروع. لازم ان انا قبل المشروع يبقى فيه جدول قبل المشروع في عملية التنفيذ. ومن الناحية التأمينية كل من يهمنا في هذا الجدول هو التعرف على المراحل المختلفة. انا عاوز ايه من الجدول ده؟ ان انا بتعرف على المراحل المختلفة والزمن والفترة اللي هتنفذ فيها كل مرحلة، ومن ثم بتعرف على الاخطار بكل مرحلة ومدى كفاية الاحتياجات التي اتخذها في الاحتفاظ لتفاديها، لأن أنا بتفادى أي أخطاء بتحصل في كل فترة من الفترات. فلازم أن أنا في الجدول الزمني يكون موجود من العوامل اللي هي بتأثر في درجة الخطورة. آخر حاجة اللي هو كروكي موقع المشروع، ولابد من توافر كروكي داخلي وآخر خارجي. داخلي يعني داخل المشروع في التأمين ضد جميع أخطار التركيب، حيث يفيد الكروكي الداخلي في التعرف على الأخطار التي قد تتعرض لها المنشآت أو الممتلكات القائمة والموجودة داخل موقع التركيب. يبقى هنا الكروكي الداخلي أنا بعرف إيه هي الحاجات اللي أنا هقدر أعملها داخل موقع التركيب، أو اللي هتقدر إن هي تتعرض ليها داخل موقع التركيب أو داخل المشروع. طب الكروكي الخارجي بقى، أما الكروكي الخارجي ولازم يبين كافة المنشآت أو الممتلكات المحيطة بالمشروع من الجهات الأربعة، إن أنا أقدر إن أنا أشوف اللي هو المشروع من بره من الاتجاهات الأربعة، ويفيد في بيان أخطار المسؤولية المدنية اللي احنا خدناها لسه واخدينها، المسؤولية المدنية قبل الغير اللي بيتعرض لها المشروع أثناء أثناء التنفيذ. دي كانت آخر حاجة، أو هنا سادس حاجة من العوامل اللي هي كروكي موقع المشروع. التحملات هنا بتمثل المبالغ اللي بيتحملها المؤمن له من قيمة الخسائر أو النتائج عن كل حادث، وتحدد الوثائق نوعين من التحملات. إيه هي التحملات؟ أول حاجة التحمل عن الحوادث المتعلقة بموضوع التأمين من التلف المادي، وإحنا قلنا إن التلف المادي ده قسم الأول. تاني حاجة إن أنا بتحمل عن المسؤولية المدنية قبل الغير فيما يتعلق بالأضرار اللي بتلحق بممتلكات بممتلكاتهم فقط. دي التحملات. هنيجي عندنا أوجه المقارنة، أوجه الخلاف بين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب ووثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين. هنا المقارنة دي مهمة جدا، ولازم ان انتوا تركزوا معايا فيها علشان هي بتيجي في الامتحانات السنين اللي فاتت، فلازم ان انتوا تركزوا معايا في المقارنة. هنا أوجه المقارنة بين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب ووثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين. في فترة التغطية، إن هنا في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب تبدأ فترة التغطية اعتبارا من الوقت الذي تصل فيه الماكينات والآلات إلى موقع العمل، وبينتهي التأمين فيه بعد انتهاء تركيب هذه الماكينات والآلات. يبقى هنا بتبتدي، او هنا بتبتدي من ساعة مبدأ ان انا اركب او من ساعة ما توصل الماكينات والآلات لحد ما انتهي من تركيب الماكينات. دي في وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب. طب في وثيقة جميع اخطار المقاولين، لو احنا نفتكر في اللي احنا خدناه الحلقات اللي فاتت، ان هي بتبدأ التغطية للآلات والمعدات المستخدمة في العمل الا عند مباشرتها للعمل، اي من وقت وضعها للتشغيل بالموقع، ولا تتضمن التغطية فترة التشغيل والفحص. يبقى هنا في وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب، انا هنا في فترة التغطية انا ببدأ فيها من بداية ان هي توصل عندي ان انا استلمتها لو انا خزنتها، لحد ما ابدأ ان انا اركبها واجربها كمان، وممكن تبدأ في الصيانة. دي فترة التغطية في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب. أما في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، إن هي فترة التغطية بتبدأ إمتى؟ بتبدأ ساعة ما ببدأ إن أنا أشغل الآلات والمعدات، ما ينفعش قبليها ولا بعديها، هي أثناء أو فترة إن أنا بدأت إن أنا أشغل الآلات فيها.
الفرق بين دي ودي ان دي ببدأ ان انا بأمن عليها اول ما بتيجي عندي في التخزين، لان احنا قلنا عندي اربع مراحل، فترة التخزين، فترة التركيب والتجارب والصيانة. فانا مدة التغطية بتبدأ في لحد من بداية التخزين لحد ان انا ايه ممكن الصيانة بتاعتي او التجارب. اما في وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين هي بتبدأ من بداية تشغيل الالات والمعدات، دي مدة التغطية. طب المقالة التانية اللي هي العطب والماكينات او الكهربائية. في وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب بيشمل او يكون مشمولا في وثيقة جميع اخطار التركيب اللي هو العطب الماكيني الميكانيكي او الكهربائي. اما في وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب هو لا يشمل غطاء وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين. يبقى هنا ده مشمول ان انا بعمل وثيقة فيها العطب الميكانيكي او الكهربائي، اما في وثيقة التأمين هم بيشملش دي او مش بيغطيها وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين. في التحمل هنا في وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب بيقل عادة مقدار التحمل في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب، ده يقل. أما في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين بيزيد وثيقة جميع أخطار الإيه المقاولين. في التحمل هنا في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب بيزيد بيقل، أما في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين بيزيد. وعن المقارنة الثانية اللي هي مدة الصيانة. ومدة الصيانة في وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب لا يوجد مدة للصيانة في وثيقة تأمين في وثيقة جميع أخطار التركيب، مفيش مدة صيانة. بس قلنا إن مدة الصيانة دي ممكن تكون إيه في ملحقة إضافية، حاجة إضافية. أما في وثيقة جميع أخطار المقاولين توجد مدة للصيانة مغطاة في وثيقة جميع أخطار المقاولين تبدأ من الانتهاء من العمل وتسليم المشروع الى ايه الى صاحبه. دي كانت هنا المقارنة، ودي كانت اخر حاجة اللي هي فترة التخزين والتشوين. في وثيقة جميع اخطار التركيب ان هنا فترة في وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب فترة التخزين بتكون الفترة مغطاة في وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب، الفترة ايه مغطاة اللي هي فترة التخزين والتشوين. اما في وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين الفترة غير مغطاة، انا مش بغطيها في وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين. يبقى هنا في وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب انا بغطي فترة التخزين والتشويق، اما في وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين انا مش بغطيها التخزين والتشويق. تقييم وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب. وقبل ما ابدأ في تقييم وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب لازم ان انا اكد عليكم في المقارنة. المقارنة مهمة جدا ولازم ان انتوا تركزوا عليها وتذكروها كويس جدا، عشان زي ما احنا اتفقنا ان هي بتيجي في الامتحان في السنوات السابقة، فلازم تأكد على المقارنة دي. هنبدأ في تقييم وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب. اول حاجة من تقييم وثيقة تأمين جميع اخطار التركيب ان تأمين جميع اخطار التركيب يغطي الخسائر التي تحدث خلال فترة التركيب، وهي فترة اكثر تعرضا للخطر، اللي هي فترة اللي هي يغطي الخسائر بتحدث فترة الايه فترة التركيب، ودي بتكون اكثر عرضة للايه للخطر. تاني حاجة من تقييم وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب اللي بيعتبر تأمين جميع أخطار التركيب هو تأمين قصير الأجل، حيث إن مدة التأمين لا تتجدد بعد انتهاء التركيب مثل باقي أنواع وثائق التأمين الهندسية. لذلك فمن الصعب عمل خطة متوازنة لهذا النوع من التأمين، وإنما يكون التوازن في التعامل إن أنا بعمل توازن في التعامل في مثل هذا النوع من التأمين على المدى الطويل. يبقى أنا هنا بعمل توازن بس في الإيه في المدى الطويل. يبقى هنا إن تأمين جميع أخطار التركيب بيعتبر تأمين قصير الإيه الأجل،
لأن مدة التأمين لا تتجدد بعد انتهاء التركيب. تالت حاجة من تقييم وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب إن هنا قيمة الخطر بتتغير في التأمين، إن قيمة الخطر بتتغير في التأمين على كافة أخطار التركيب خلال مدة التأمين. فعند بداية التركيب بتكون قيمة الخطر صغيرة، يبقى هنا الخطر بيكون صغيرة في بداية التركيب، وعند نهاية التركيب تصل قيمة الخطر إلى مبلغ التأمين بالكامل. يبقى هنا أنا بداية التركيب بتكون قيمة الخطر قليلة أو صغيرة، أما بنتهي من نهاية التركيب بتكون قيمة الخطر بتساوي مبلغ التأمين بالكامل، مبلغ التأمين بالتامل. ده كان هنا اللي هو تقييم وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب. طب والاستثناءات العامة، بعد كده هناخد الاستثناءات العامة. لو احنا فاكرين الاستثناءات العامة احنا خدناها في الوثائق تأمين جميع أخطار المقاولين، وقلنا فيها ان وثائق الاستثناءات دي ان شركة التأمين ما بتعوضش عنها، غير مسؤولة عنها. طب غير مسؤولة عن ايه؟ عن ان هي زي ايه؟ زي الحرب، الغزو، هنشوفها مع بعض اهو، الحرب والغزو، اعمال العدو الاجنبي، والحرب الاهلية. تاني حاجة التمرد والشغب والاضطرابات الاهلية او الاضطرابات العمالية او اغلاق المصانع والتخريب او الارهاب. انا دي مش حاجة جديدة انا بقولها، لان انا قلتها ساعة ما كنا بنتكلم عن وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين، هي بالظبط الاستثناءات العامة. وقلنا ان الاستثناءات العامة ان شركة التأمين غير مسؤولة عنها، لو حصل اي حاجة في الحاجات دي وكان في حرب او في غزو شركة التأمين ما بتعوضش عليها. تالت حاجة الحجز او الاستيلاء اي كان سببه، او تدمير او اتلاف الممتلكات بامر او اذن اي حكومة شرعية او اي سلطة عامة. رابع حاجة الاشعاعات الايوانية او التلوث بالنشاط الاشعاعي من اي وقود نووي او اي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي. يعني كل الحاجات دي استثناءات ان شركة التأمين عمرها ما هتعوض عليه. خامس حاجة اللي هي مواد الأسلحة النووية، وسادس حاجة الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المؤمن له أو ممثليه. سابع حاجة اللي هو توقف العمل سواء كان كليا أو جزئيا، لو حصل توقف عن العمل وحصل خسارة أثناء التوقف، لو كان التوقف ده جزئي أو كلي شركة التأمين عمرها ما هتعوض عليه، إن هي مش مسؤولة لأن ما كانش فيه شغل أصلا وما كانش فيه عمل، كان فيه توقف عن العمل. دي الاستثناءات العامة اللي احنا خدناها في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، هي بالظبط. يعني احنا مش بنجيب حاجة اللي احنا خدناه في الحلقات اللي فاتت، هي اللي خدناها دلوقتي. اخر حاجة اللي هي الشروط العامة للوثيقة، وبرضك الشروط العامة للوثيقة اللي هم 15 شرط احنا خدناهم في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، هم مش هنضيف حاجة فيهم. اللي انت خدته في الحلقات اللي فاتت هي اللي انت هتقولها معانا فيها. لو احنا نفتكر احنا خدنا في اول الحلقة، من بداية الحلقة خدنا مفهوم تأمين جميع اخطار التركيب، خدنا انواع تأمين جميع اخطار التركيب، وقلنا ان الانواع هم ثلاثة: تأمين جميع اخطار التركيب العادية، تأمين اخطار جميع اخطار التركيب والنقل البحري، وتأمين جميع اخطار التركيب والمقاولين. وكلمنا عن العوامل اللي بتأثر على درجة الخطورة، وقلنا أوجه المقارنة بين تأمين جميع أخطار التركيب وتأمين جميع أخطار المقاولين، وقلنا إن المقارنة دي مهمة جدا ولازم إن انتوا تركزوا عليها عشان هي بتيجي في الامتحان. وقلنا الاستثناءات العامة من الوثيقة، وقلنا إن هي زيها بالظبط زي الاستثناءات العامة لوثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، والشروط العامة هي زيها زي وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين. وللأسف حلقتنا انتهت، وفي نهاية حلقتنا أتمنى لكم التوفيق
وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.